فضيلة الشيخ، سمعنا أن فضيلتكم أفتى بأن كفالة اليتيم على الطريقة المعمول بها حاليا في المؤسسات الخيرية لا تعتبر كفالة، إنما تكون صدقة جارية، حيث إن الكفالة تكون برعاية اليتيم والقيام على شؤونه، فهل هذا صحيح عنكم؟ أفتونا مأجورين. نعم، هذا صحيح عنه، لأنه هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والكفالة شرعا ولغة هي أن يضمه إلى عياله كما قال ذلك أهل العلم، ويقوم برعايته وتوجيهه وإرشاده، ويكون له كالأب الذي فقده هذا اليتيم بغذاء الروح وغذاء إيش البدن. أما الإرسال إليه بالنفقة فهذا لا شك أنه صدقة، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا ويؤجر الإنسان عليها بعد أن تكون هذه الدراهم بأيدي أمناء، لأن مسألة الأمانة يا أخواني مهمة. فإذا أعطيتها أناسا أمناء كمؤسسات معروفة بأن القائمين عليها أمناء وقلت هذا لليتامى فهو صدق عليهم. وأما الكفالة التي فيها هذا الثواب العظيم فهي الكفالة. ألم تقرأ قول الله تعالى: وكفلها زكريا، وفي رواية وفي قراءة: وكفلها زكريا، أي ضمها إلى عيالك. ولكن لا شك أن الصدقة على الأيتام من أفضل الصدقات لقصورهم واحتياجهم الغالب.